نحن عم نحاول نخلق وسط جديد للإعلان والدعايات من خلال أشخاص مؤثرين اجتماعياً وخصيصاً على مواقع السوشيال ميديا. الفكرة اجت انه نحنا في عنا كتير اشخاص مانن منظمين على السوشيال ميديا، حبينا نحتضن هدول العالم كبلوجرز وانفلونسرز ومودلز، هن بروفيشنال عن جد وبيستاهلوا انه الواحد يعطيهم كواليتي او مادة خامة لحتى يعني يضوي عليهم وينظمهم بهذا الوسط اللي هو وسط السوشيال ميديا. صراحة هي الفكرة كانت فكرتي، لهيك انا كنت اول حدا بيوقع مع الشركة. كانوا خايفين الكل انه شو احتكار، شو 5 سنين ونحن مع شركة، هن ما بيعرفوا انه اصلا هذا الشيء بيفيدهم لإلهم، عرفتي؟ يعني بالعكس هو الاستفاده هي لنا، لانه الشركه هي عم تقدم لنا اكثر ما تاخذ مننا. اكيد هذا الشيء كثير فظيع عندنا بسوريا، انه يفتح يعني كل حدا بحب انه في تكون في شركه تدعمه وتطلعه لبرا. طبعا يعني اكيد نحن قد ما وصلت انا ما حقدر اوصل للشيء اللي بدي اياه بدون داعم وراي. طبعا